كرة خطرة الآن ترسل من أحمد الحربي، يا للروعة يا الله، جول! بدر الخميس، بدر الخميس يسجل هدف جميل. إن سألت اسأل بدر يعطيك الجواب، يعطيك الجواب، ويسجل هدف جميل فعلا من كرة مرتدة، من كرة قوية أرسلها الحربي. شوف شوف الحربي أرسلها، القائم تصدى عادت، وهنا الهدف يأتي في الوقت بدل الضايع لصالح فريق نادي التعاون. إذن التعاون يسجل أول أهدافه، وبالتالي تظل الأمور كما هي، 4-1 خسارة الشباب في الدور الأول، 4-1 خسارة التعاون في الدور الثاني. محاولة وليد عبد الله ولكن الكرة كانت صعبة.